يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت 3 مرات، نعم، وكانت تأتيها الدورة الشهرية، وحياء من رفقتها لم تكن تخبرهم، فكانت تطوف وتسعى، فما الواجب عليها علما أنها امرأة متزوجة؟ أنا أحتاج أن تكتب سؤال متوضحة وتقدمه للإفتاء ينظرون فيه، أني مثل هذا فيها احتمالات وفيها أشياء ما ندري عنها، لازم من التفاصيل. نعم، وهل اعتمرت بعدها أو ما اعتمرت، وهل العقد عقد الزواج متى حصل، لا بد يبين هذا كله. نعم.